السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريمو تيك. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو الجديد غادي نديرو مراجعه الهاتف تيكنو كامون 11. اذا خوتي فقبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اذا كنتو جدد، واذا عجبكم هذا الفيديو ديروا جيم باش تحفزونا وكملوا في هذا المحتوى، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. اذا خوتي فكما قلنا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو مراجعه الهاتف تيكنو كامون 11 متوفر في السوق الجزائرية، وبالإضافة أنه قدم لكم البري نتاعو في الجزائر. إذا خوتي فنبداو على بركة الله. إذا فجينا الهاتف بشاشة بنوتش تأتي بمساحة 6.2 بوصة من نوع EPS LCD. إذا فشاشة الكامون 11 بجودة بلاس HD بدقة 1500x720 بكثافة 268 بكسل لكل إنش. إذا وعدنا أيضا ذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت. إذا يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال مثل الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. إذا خوتي نروحوا للكاميرات، فعندنا الكاميرا الخلفية المزدوجة أو عندنا الكاميرا الخلفية المزدوجة، فتأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8. إذا وعندنا الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي كل هذا مع فلاش رباعي من نوع ليد مع تصوير فيديو 1080p. إذا بالنسبة للكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بعدسة f/2.0. إذا مع فلاش أمامي أيضا مع تصوير فيديو 1080p. إذا عندنا نظام التشغيل الخاص بهذا الهاتف. فيأتي هذا الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 8.1 أوريو. إذا فمع واجهة تيكنو المعروفة، فوعدنا أيضا البطارية خوتي، فالبطارية تأتي بسعة 3750 ميلي أمبير. إذا فالبطارية نوعا ما فنقول أنها متوسطة. إذا فعندنا الهاتف يأتي بثلاث ألوان، عندنا الأحمر والأزرق والأسود، كما يدعم إمكانية فتح قفل الهاتف عن طريق الفيس ان لوك. إذا وفقط تم صنع هاتف تيكنو كامون 11 من البلاستيك ومن مادة البولي كاربونيت. إذا فهي مادة الكربونيت، فهي نفس جودة تصنيع الأوبو اف 9 والإيجريك 9 2019. كما يأتي هذا الهاتف مع لمعان في ظهره، يعني فعندما تحرك الهاتف فيظهر لمعان وما إلى ذلك. إذا كانت هذه مراجعتنا لهاتف كامون 11 من تيكنو. إذا فننتقل مباشرة إلى سعر هذا الهاتف في السوق الجزائرية. فسعر هذا الهاتف فهو 2,390,000 أو 23,900 دينار جزائري. فصراحة هاتف بهذه المواصفات، فصراحة صراحة عجبتني المواصفات نتاعو، وهاتف يأتي بسعر 2,390,000، فأنا ننصحكم بهذا الهاتف ونقولكم أنه الهاتف يستحق الشراء. إذا خوتي كان هذا هو فيديو اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. تهلاو في أرواحكم، دمتم في أمان الله وحفظه. كان معكم كريمو لا عبد الكريم من الجزائر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.